جيب واحدة ثانية. يا مرسل محمد بعد عيسى المسيح، يا من نصلي تحت هيبتك ونصوم، يا واحد الأرزاق عندك ما تبيح، تحط لي قسم من خيار القسوم، والدني يقفل كل باب منه ريح، وأسكر إذني عن سوالي فرخوم، واشري نصيحة صاحب العقل الرجيح، لأن النصايح تنشر بين القروم. يا صاحبي لا هنت صدق لا يبيح، بينتها وانت تظن انك كتوب، أتدري ان العين منطقها بصيح، والصد والإعراض من طبع الخصوم، من ضيقتك ما ضاق بالكون الفسيح، ومصدتك ماني من الرزق محروم، أدرك مغرر بين تطبيلة ومديح، خروك ناسك لين عدوك النجوم، ترى ما كل الناس تارك بالصحيح، لكن لا تنغر في حبة الخشوم، الناس لا شرهت تقول وتستبيح، حتى ولو ضحكت معك تلحسك لوم، أنا عطيتك نصح من قلب النصيح، وانت اعتبرت النصح تجريحه وهجوم، انا معك مخلص ورجال صريح، لكن تدري بعد كثرت العلوم، انا لما صار قلبي مستريح، مالي ورا غرات خلق الله لزوم، من قام حقه كل جعله ما يطيح من طاح حقه كل جعله.